اهلا بيكم مره تانية في الماتش. منورنا النجم ده، نجم تحب جدا تشوفه وقت ما كان بيلعب، وتحب تشوفه وهو بيحلل المباريات سواء في الراديو او في التلفزيون، وتحب كمان تشوفه على مقاعد الاداره كمدير للكره في مرحله اخيره مع المصري البورسعيدي. الكابتن كريم زكري هو ضيفنا النهارده. كابتن كريم ازيك؟ ازيك يا هاني؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، منور الدنيا كلها. الحمد لله، ومبسوط ان انا معاك النهارده. وما شاء الله يعني مش الفتره الاخيره بس، لا يعني تسلم من تقدم لتقدم ان شاء تسلم، الله. يعني منور الدنيا كلها حبيبي. الحمد لله تمام. هبدا معاك كلام عن المصري شويه، وبعدين نتكلم عن الدوري ككل بقى بعد نهايه، خلاص احنا مقبلين على نهايه موسم بكره ان شاء الله. المصري بورسعيدي، تقييمك ايه الفتره الاخيره من ساعه ما تولى الكابتن حسام حسن المسؤوليه بنهايه الموسم خلاص بمباراه المقاولين بكره؟ يعني خلينا اقول لك قبل ما الكابتن حسام يتولى المسؤوليه، يعني يمكن انا كنت مع الكابتن معين الشعباني في طبعا الجهاز مدير كوره. انا شايف ان الكابتن حسام وابراهيم كانوا انسب اتنين يقودوا المصري في المرحله الاخيره. ليه؟ عارفين الفريق كويس جدا، مجلس الاداره عارفهم وهم عارفين مجلس الاداره، عارفين جو المعسكرات ازاي، بيكون عبء كبير على اللعيبه واي جهاز فني موجود. الجمهور عارفهم وعارفينه وليهم رصيد كبير جدا مع النادي المصري. فكان مهم جدا ان انت في المرحله دي تجيب حد يكون عنده درايه بالفرقه، عنده درايه بالبلد، عنده درايه بالمعسكر، عنده درايه بظروف النادي المصري الخاصه يعني. فانا شايف ان ده كان انسب قرار بصراحه بعد رحيل الكابتن معين. ايه اللي اختلف في فتره الكابتن معين عن فتره الكابتن حسام حسن؟ يعني انا شايف الاثنين مظلومين بشكل كبير جدا يعني. ما اختلفش حاجه كبيره. هكلمك من ناحيه التعاقدات في الاول. كابتن معين ما اختارش اللعيبه ولا كابتن حسام اختار اللعيبه، هما الاثنين جم على وضع اللعيبه اللي موجوده. طبعا فيهم لعيبه كويسه كتير جدا، لكن في لعيبه ما بتتمشاش مع الطرق المدربين، او في الاول والاخر انت لما بتيجي تحاسب مدرب بتحاسب على اللعيبه اللي هو جايبها، سواء اللعيبه دي كويسه او لا. انت برضو في الاول والاخر بتحاسب على اللعيبه اللي المدرب طلبها في احتياجاته، او ان هو عايزها تنفذ طرق اللعب بتاعته. كابتن معين ما كانش موجود ومجلس الاداره بيتعاقد مع اللعيبه، وكابتن حسام جه على اللعيبه اللي موجوده. فالاثنين بيتحملوا عبء كبير جدا في الجزئيه دي. لكن فنيا الاثنين عندهم الشخصيه الهجوميه، مع اختلاف طريقه الهجوم. يعني الكابتن معين دايما بيعمل استرتش الملعب، دايما عنده التيمبو، رتم الايقاع اقل شويه من الكابتن حسام. بيحب يستحوذ كتير جدا، بيحب الكره تفضل في رجلين اللعيبه، يحب الصبر دايما على الكوره، دايما ما يحبش اللعيبه تستعجل. لكن دايما باصص للمكسب والاداء الهجومي. مظبوط. كابتن حسام برضو بيحب الهجوم كلنا عارفينه، لكن التيمبو اسرع. كابتن حسام على طول عايز الريتم يبقى سريع. فالاثنين انا شايف ان شخصيتهم قويه مع النادي المصري، والاثنين حققوا نتائج كويسه جدا. وانا شايف في جميع الاحوال ان مش عايز اقول مكسب للنادي المصري، اطمن قبل اسبوعين ثلاثه ان هو يقعد في الدوري، لكن الظروف كلها كانت ضد النادي المصري في الفتره الاخيره. لو كان الكابتن حسام حسن هو الكيمياء والمعرفه والدرايه والعلاقه مع الجمهور والنادي بالقوة اللي وصفتها دي، ليه مش هو اللي هيكمل مع الفرقة الموسم اللي جاي؟ مش عايز اقول لك بنسبة 100% ان هو مش هيكمل، ومش عايز اقول لك برضه بنسبة 100% ان هو هيكمل. يمكن انا اتفرجت قبل ما ادخل على الهواء، الاستاذ رجب نائب استاذ كامل ابو علي كان عامل مداخلة معاك، وقال لك لسه الموضوع ما اتحسمش بنسبة 100% ومستنيين قرار مستر كامل ابو علي. فلسه يعني انا عارف مستر كامل ابو علي يعني بصوره كبيره جدا. يعني انا اشتغلت معاه وكنت لعيب موجود معاه في فتره من فترات في النادي المصري، وعارف ان يعني الراجل ده ما بياخدش قرار اعتباطا، لا بيقعد وبيدرسه وبيفكر مره واثنين وثلاثه، ولو في حاجه هيبقى باجتماع مجلس اداره وهيقعدوا مع الكابتن حسام، واكيد هيبان في الفتره الجايه. انت رايك ايه؟ مين الانسب طبقا للمرحله الراهنه اللي اكيد هيكون فيها صفقات وبالتالي فيها قوام مختلف للفريق؟ على حسب الصفقات وعلى حسب الفتره الجايه. لكن طبعا كابتن حسام ما فيش خلاف عليه، طبعا هو كابتن ابراهيم يعني من احسن المدربين الموجودين في مصر، وليهم رصيد كبير جدا عند جمهور بورسعيد يعني. يعني الناس بتعشقهم في بورسعيد. وكابتن معين برضو خلي بالك، يمكن انا حتى كنت دايما بقول للكابتن معين قبل ما الكابتن حسام يجي دايما، والله هاني كنت بقول له انا ما شفتش مدربين مسكوا بورسعيد في حياتي ممكن النتائج تبقى سلبيه والجمهور معاهم. وده كان بيحصل مع الكابتن معين الشعباني على فكره، وبيحصل مع الكابتن حسام. المصري خسر معين الشعباني؟ مدرب كبير طبعا.
مدرب كبير جدا يعني. يعني انا دايما ما بحبش النادي اللي بيخسر يعني، لكن هو النادي موجود ليه ما بيقفش على حد في النهايه، ما بيقفش على حد، لكن طبعا خسر خسر مدرب كبير اسم كبير جدا وداخل الملعب كمان يعني، فتره من الفترات انت بتأدي بشكل كويس جدا وفي الاخر بتخسر، ما كانش في توفيق معاك، الظروف الماديه ما كانتش احسن حاجه، ظروف المعسكر الكلام ده كله، فهو اتظلم في الجزئيه دي. لكن يعني المصري كبير بجمهوره يعني. ايه اللي انت مستنيه من مجلس الاستاذ كامل ابو علي؟ لا ما حاجات كتيره جدا. ايه يعني؟ حاجات كتير. النادي المصري مش هتبقى مؤسسه بتعتمد على الرجل الاوحد. بمعنى ان النهارده لو مثلا مستر كامل موجود عشان هو راجل بيصرف، فلما هيمشي فالنادي هيقع، وده اللي بنشوفه في اغلب الانديه. صح. يعني اغلب الانديه بتعتمد على سياسه الراجل الاوحد. لكن لو ضربنا مثال بالنادي الاهلي، لا، النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب قبل كابتن الاستاذ محمود طاهر قبل اي حد بعده اي حد، يا السيستم ماشي، ده اللي هيبقى فيه مستر كامل ابو علي. خلي بالك، يمكن عايز اوضح جزئيه، لان الناس مفكره ان النادي المصري هيبقى غني عشان مستر كامل جاي بفلوسه فهيصرف. لا، هيبقى فيها جزء كبير جدا، وجايب افكاره كمان، هو جايب افكاره، لكن هو في الاول والاخر راجل مستثمر. هو واخد دايما على الاستثمار، واخد دايما على المكاسب. وانا قلت لك حضرت معاه فتره كبيره جدا في النادي المصري، يمكن 2010 2011 او من 2009 ل 2011 قبل الحادثه. لا يعني ما كانش في مكان على التيشيرت تحط سبونسر يعني، يعني ما شاء الله، ولا الشورت يعني، كنا بصراحه شركات راعيه كتير جدا. الفرقه نفسها كانت تقيله قوي في عهده يعني. انا عايز اقول لك ان احنا كنا ممكن ناخد دوري، النادي الاهلي ما كانش في افضل حالاته، الزمالك ما كانش في افضل حالاته، كنا دايما بنكسب، ما كناش نادرا لما بنخسر. كنا فعلا فرقتين وثلاثه يعني، انا مش عايز انسى حد، لكن كنا فرقه تقيله جدا. في لعبه من انديه كبيره كانت بتحسدنا، تقول انتوا عايشين في الخليج مش حاسين بينا يعني. حقيقي والله. فالراجل مش جاي هيعمل حاجه لنفسه وهيمشي، لا، الراجل جاي يعمل حاجه للنادي وللزمن، زي ما بيقولوا كده بالبلدي. المشروع الحلم اللي الاستاذ رجب بيتكلم عنه من شويه، الاستاد هيبقى استاد خرافي. يمكن احنا شفنا الماكت اللي هيتعمل عليه الاستاد، هيفضل في نفس مكانه، لكن هيبقى استاد عالمي، بخلاف طبعا الاستثمار الكبير اللي هيخش على خزنه النادي المصري. فانا بحب النوعيه دي، انا احب النوعيه اللي تقول لك انا بعمل للنادي. النهارده تعرف انت بتعمل للنادي ولا لا؟ النهارده بص على حجم الاستثمار اللي هيخش النادي المصري، بص على الشركات الراعيه، بص على حاجات كتيره جدا. فمستر كامل بيعمل للنادي، لكن النهارده انا ما بحبش، هو طبعا بتبقى فرصه ان رئيس نادي غني يمسك اي فرقه، لكن في نفس الوقت بمجرد ما يرحل الرجل الغني هتلاقي النادي بقى رجع فقير تاني. صح، عندك وده حقيقي في مشكله الانديه، مشكله كبيره جدا في الانديه، بتوقع الانديه، بتبقى مراحل صعود مؤقته. صحيح. انت في الاخر عايز تظبط هيكل وسيستم يسير عليه النادي ليه ومن بعد تغير الاسماء. صحيح. بكل تاكيد. ايه الانسب، مدرب اجنبي ولا مصري اصلا للمصري بغض النظر عن الاسماء؟ اعتقد مع مستر كامل ممكن يبقى مدرب اجنبي، اعتقد ده تكهن عشان ما حدش ياخد الكلام. يعني الناس في بورسعيد مترقبه اسم المدير الفني او كابتن حسام هيكمل ولا لا، فاعتقد ممكن يكون مدرب اجنبي. اعتقد كابتن احمد سامي من ضمن الاسماء المرشحه ربما، هو المدير الفني الحالي لسيراميكا كليوباترا. سمعت. ايه رايك انت في الفكره؟ لا، كابتن احمد سامي من المدربين انا عندي قناعه بيهم كبيره جدا. من وقت ما كان بيدرب طلائع الجيش. شخصيه جميله جدا. محترم، عنده فكر عالي، مع ان خلي بالك انا شايف مع سيراميكا النتائج مش احسن حاجه معاه. لكن انا عندي قناعه بيه ان هو مدرب كويس جدا يعني. لكن برضه في الاول والاخر هتستنى القرار يعني. لكن كابتن حسام ليه رصيد كبير جدا مع جمهور بورسعيد والنادي المصري، وخلي بالك الاغلبيه في بورسعيد يتمنوا ان كابتن حسام يكمل. لكن في نفس الوقت خلاص، هم النهارده يمكن كان في الجمعيه العموميه وانت لسه عارض من شويه. خلاص، ان الناس كلها عارفه ان النادي المصري في ايد امينه، خلاص يعني كلهم مسلمين الامر الواقع يعني. الصفقات اكيد من ضمن الملفات المهمه السخنه اللي الجمهور برضو مستنيها واللي اكيد هيشتغل عليها مجلس الاستاذ كامل ابو علي. ايه اهم الصفقات اللي محتاجها النادي في الفتره الحاليه طبقا لانك كنت معاصر الفريق بايجابيات قائمته بسلبيات قائمته بالنواقص اللي محتاجها؟ كمراكز ولا عدد؟ الاثنين. ابدا لي بالعدد، تقريبا كام صفقه الاهلي محتاجها؟ لا كتير. كام تقريبا؟ كتير. يعني ممكن 9 10 او اكتر. 9 او 10 صفقات. طبعا. في ايه بقى هتوزعها ازاي على مستوى المراكز؟ على كل المراكز. على كل المراكز. انت محتاج حارس مرمى.
في مسعود وشحاته وعصام ثروت دلوقتي اللي بيقف، ثلاثه كويسين جدا، لكن انت برضو محتاج حارس مرمى، لان مسعود الفتره الاخيره كان عنده اصابه من الاصابه بيتاهل لسه. طبعا ربنا يشفيه. محتاج اتنين مساكين، لان اعتقد مش يعني في اتنين تلاته في المكان ده مش هيكملوا. محتاج باك رايت، لان مش هيكملوا ليه؟ انت لو حسابيا كده انت عمرو موسى بتلعبه مساك، لكن بدون ذكر اسماء من اللي راح، لان برضو مش عايزين نسبق الاحداث، لكن انت النهارده ما بتلعب بثلاث مساكين ورا، بيكون فيهم واحد ديفندر انت بترجعه مش مكانه، فاكيد في ناس من اللي قاعدين احتياطي او بره خالص هيكونوا مش موجودين. انت ما عندكش باك رايت غير كريم العراقي، مظبوط، فاكيد هيكون باك رايت موجود، باك ليفت ما عندكش، باك ليفت اصلا ما عندكش، ما فيش الا هيثم العيوني. وهيثم بيلعب الاثنين مساك او باك ليفت، فبرضه لازم باك ليفت. عندك فريد شوقي في نص الملعب، واذا امكن ممكن برضه تزود واحد معاهم او اثنين. راس حربه، طرف يكون كويس او طرفين. وخلي بالك انا هقول لك على حاجه، دي مقومات الفريق البطل يعني. يعني حتى لو اللعيبه هتكمل اساسي وبديله بكفاءه برضه بالظبط، ما انا مش هصرف كل المبالغ دي وهنافس على الهبوط، لا انا المفروض التارجت بتاعي هيكون المربع يعني. من واقع مشاهدتك للدوري بشكل عام، انا عارف انك ما بتسيبش ماتش دائما انا اتفرج عليه، ايه اللعيب اللي تتمنى انه ينضم للمصري البورسعيدي لانه هيعالج مشكله ممكن تكون كان واقع فيها الفريق على المستوى الفني السنه دي؟ لا هو ما انا قلت لك المصري محتاج اكتر من مركز. لا يعني انت بقى لعيب من الدوري تتمنى ان ينضم للمصري، اي لعيب؟ لعيب بمستواه يؤهله للعب للمصري ويفيد الفريق، يبقى اضافه. في محمد هلال. محمد هلال لعيب كويس جدا يعني. لعيب كويس جدا، وفي خط الوسط برضه محتاج ابداع شويه في المصري مع الياس الجلاصي. يعني هو كده كده الياس يعني ان شاء الله ممكن بنسبه كبيره يكمل في النادي المصري. يعني كان عنده مشكله في المستحقات في الفتره الاخيره واتحلت، ف الياس مع محمد هلال هيشكلوا خطوره كبيره جدا على اي فريق يعني. مين تاني بيعجبك في الدوري؟ لا يعني في لعيبه كتير، يعني في لعيبه كتيره جدا يعني. احمد عاطف فيوتشر، بس ما اعتقدش ان فيوتشر لسه شايف كابتن عبد الظاهر بيتكلم ان هو مش هيبيع حد، بس حط ولكن في الاخر، ولكن دي ممكن تفتح المجال لصفقات عادي جدا، لعيبه هتمشي من فيوتشر ولعيبه هتنضم لفيوتشر، فمش هيبقى يعني كل الفرقه هتمشي، لكن ولكن دي بتسمح بتغييرات. اصل خلي بالك لازم ولكن ليه؟ هو بغض النظر اللي انت عندك اكتفاء ذاتي ان انت ما بتبيعش لاعب عشان عندك مشكله في الماديات، وده برضو اللي كان بيعاني منه اغلب الانديه وخصوصا الانديه الجماهيريه. وده اللي انا مش حابه خالص، وباذن الله مش هيكون موجود في مصر المرحله القادمه. انت بتبيع لعيب عشان تقدر تدخل فلوس النادي عشان تجيب اتنين تلاته مكانهم. وطبعا ده مش هيحصل في فيوتشر، لكن في نفس الوقت انا برضو جايب مهند لاشين وهجيب تلات اربع صفقات، فاكيد التلات اربع صفقات دول جايين يلعبوا، فهياخدوا يعني هياخدوا مكان نجم او اساسي موجود في فريق فيوتشر، فاكيد بالتالي همشي. ايوه فدي مزبوط. توضيح ولكن دي مزبوط. فاحمد عاطف من الفرادة كويسه جدا، بيتحرك كويس جدا، متابعه من وادي دجله يعني. مظبوط. طيب بمناسبه انك اتكلمت على مركز الظهير الايسر، شفت ازاي اداء حسن علي وهو بيلعب في مركز الوينج باك ناحيه الشمال لسد ازمه حصلت بعد رحيل شديد؟ هو الحسن يعني بلغه الكوره ما كانش بيلعب باك ليفت، لان كابتن حسام جناح وباك، هو كابتن حسام بيلعب بثلاثه من وقت توليه النادي المصري، هو بيلعب بثلاثه. فحسن بيلعب خط وسط، لكن حسن خلي بالك مظلوم في المكان ده كتير جدا يعني. حسن ده فاقد من امكانياته اللي عنده برافو عليك المجال قدام. حسن لعيب كبير يعني، لعيب كويس جدا ولعيب واعد للنادي المصري وعنده اكتر من كده بكتير، بس يركز شويه بس، لان انت عارف برضو يركز دي بمعنى ايه؟ اللي مقلل تركيزه طبيعي السوشيال ميديا، النجوميه ساعات بتاخده طبيعي، خلي بالك هو طبيعي جدا، بس انا عشان كم بحبه جدا ومعايا من ايام الناشئين، كنت مشرف على قطاع الناشئين وانا عارفه من ايام الناشئين قبل ما يطلع فريق اول، فيعني بحب حسن، وهو كمان امكانياته تاهله انه يبقى لعيب كبير جدا يعني. انا دايما بقول له انت ممكن تحترف بره، مش ما تفكرش هنا في انديه كبيره. هو لعيب كويس جدا. حسن 23 24 يعني، صغير يعني ما شاء الله اصلا، ف ممكن يكون اصغر من كده كمان. لكن انا بقول له دايما ركز في الملعب، افصل حياتك دايما، كنت يعني دايما اللي كنت بحاول اوصله للعيبه ان انت دايما ما تغركش الدنيا قوي يعني. احنا كتير قوي نصحونا وما كناش بنسمع الكلام، لكن ده واجب عليا ان انا كنت انصحهم وضنهم حسن علي. انت عارف السوشيال ميديا والنجوميه لما بتيجي بدري الكلام ده كله، العود اللي بقت عاليه، فممكن في وقت من الاوقات تلاقي اللعيب دماغه تقلت شويه. فانت دورك ان انت تقومه دايما. فحسن من اللعيبه كويسه جدا. حسن مواليد 98 يعني 24 سنه. بالظبط. طيب خليني
اسالك على بمناسبه الكلام عن مركز الناحيه الشمال، احمد شديد قناوي واللي حصل في وقتك كمدير كوره وقصه التمرد، وان هو ومسعود قادوا التمرد وفريد شوقي كان معاهم لكن ما تمش الالتفات ليه، ايه القصه؟ ايه الكواليس اللي ممكن تحكيها بعد ما الموسم خلص والمصري هدي واطمن للبقاء بل وبيركز في الموسم اللي جاي دلوقتي؟ يعني مش عايز اتكلم على احمد شديد في التوقيت ده، يمكن هو انا مش عارف كان تعاقد مع نادي ولا لا، لسه متعاقدش، لكن لا ربنا يكرمه، لا ربنا يكرمه، هو لعيب كويس جدا وفي داخل الملعب يعني ما فيش شك في مستوى احمد شديد، وكان عامل ماتشات كويس جدا مع المصري، لكن الفتره بتاعت التمرد انا شايف ان قررت عليك غلط. بمعنى ان مجلس الاداره خد قرارات، هو طبعا عشان بس ما نتكلم عن مجلس الاداره الناس مش موجوده خلاص دلوقتي، مستر كامل موجود فلا كل الاحترام والتقدير، ولازم برضو نشكر الباشمهندس سمير حلبية على الفتره اللي قضاها في النادي المصري. خلي بالك يعني على قد ما كان في اخفاقات لكن انا شايف ان دي من احسن فترات النادي المصري، كان دايما في المربع الذهبي ودايما على طول كان بينافس وكونفدراليه دايما، فلازم نشكرهم بصراحه يعني. انا شايف ان الفتره دي الامور اتعالجت غلط، يعني النهارده ما ينفعش فريق بالكامل يعمل مشكله واجيب 3 4 وهم متصدرين المشهد، وده اللي حصل فعلا. لما جبت 3 4 وصدرتهم المشهد بقيت زمايلهم زعلوا. احنا كلنا عملنا، فبدات اتكلم مع مجلس الاداره، خلاص هي اللعيبه كلها اعترفت بالذنب، لو هتاخد قرار خد على الكل. فقال لك خلاص ماشي. وليه تحديدا دول اللي تعاقبوا باعتبارهم ان هم الكبار بتوع الفرقه بالظبط؟ يعني ولا في ادله على ان هم اللي حرضوا اللاعبين؟ لا يعني الدليل واضح. لا حرام، ما حدش يعني ما فيش حاجه صريحه يعني، خلي بالك اصل اللعيبه دلوقتي مش هتغلب معاها يعني. خلينا نتكلم بصراحه، انت النهارده احنا عاملين جروب على الواتس للفرقه، هم عاملين جروب تاني لوحدهم ما حدش فيه من الجهاز حقيقي والله، مفهوم، وفي كل الانديه كده. ايوه طبعا. فحته المعسكرات والخنقه وبرضه النواحي الماديه ما كانتش كويسه زي ما قلت لك، فدي برضه بتولد تبلد من اللعيب. عارف انت اللي بيبقى عنده برود، صح. فالموقف اتاخد من الفريق ككل. كان المفروض يعالج ازاي؟ انت كمدير كوره قلت ايه المجلس الاداري؟ هجيب اللعيبه، قعدت مع اللعيبه طبعا وعملنا اجتماع بعد ما رجعوا. في عقوبات، قال لك احنا موافقين على كل العقوبات لكن احنا رافضين ان 3 4 لعيبه هم اللي يتصدروا المشهد. وانا شايف ان ده كان الحل الامثل يعني. حتى لو هتخصم ايا كان، وفعلا اتخصم من كل لعيب 10% يعني، 10% من 10% من قيمه العقد. طبعا. هو كان كام تدريب ما نزلهوش؟ هو تمرين، تمرين واحد، هو تمرين واحد. فبس طبعا مشكله كبيره يعني طبعا. فهم طبعا طلعوا القرار ومش عارفين يرجعوا فيه. فعملوا الاول اجتماع مع احمد شديد في مكتب الباشمهندس سمير حلبية، وكنت انا موجود ساعتها. لكن ايه اللي حصل في الاجتماع انا يعني مش عارف بصراحه ايه اللي حصل، لكن انا شايف الامور مش عارف ايه اللي حصل، ما اعرفش التفاصيل بالظبط يعني، هم بناء على ايه خدوا القرار ان هم يفسخوا يعني. انا قابلت شديد تحت، ايه شديد قال لي انا يعني اشكر الباشمهندس سمير وانا مش قادر اكمل. لكن اللي قاله بعد كده شديد هو اللي كان غريب يعني، هو شديد كان بيقول لي انا اللي طلبت ما كملش، وده كلام من شديد يعني. فبعدها اتفاجئت ان شديد طالع بيتكلم وبيتكلم ان انا يعني كنت مهم يعني بهمشه في المعسكرات، وده في وقت من الوقت كان بيحصل يعني. انا انا دايما متعود على الصدق يعني، لان شديد اكتر من موقف هو المفروض كابتن فرقه ومفروض اثق فيه، مظبوط، فمفروض المعلومه كانت بتوصل لما المعلومه تتقال توصل بشكل كويس. ايوه. فبدات احس في وقت من الوقت انها ما بتوصلش بشكل كويس. فالطبيعي برضو انت عايز الامور تمشي، وخليني اقول لك برضو هكررها مره واثنين وثلاثه، الامور ماديا ما كانتش احسن حاجه طبعا، فانت بتحاول تلم. خلي بالك انا فتره ازاي كنت بتلم يعني، احكي لي عن دور مدير كوره المفروض ان هو يحافظ على الانضباط في الفرقه، لكن في نفس الوقت اللعيبه ما بتاخدش فلوسها، فده بيزود على الاعباء اللي عليك، انك عايزهم يبقوا مركزين في الكوره مع ظروف تانية بتاعت المعسكر الدائم في ملعب واحد بيتلعب فيه. انت كانت الحاله يعني انت ازاي كنت السيستم بتاعك اللي ماشيين ماشي ازاي؟ والله يعني هي الشغلانه نفسها صعبه جدا، فما بالك بقى لما تكون الظروف في الشغلانه دي صعبه، مفيش فلوس ومعسكر دائم. والله يعني انت يمكن كنت بتكلم معاك دايما في الامور دي، وانا كنت بين نارين يعني، اقدم استقالتي ولا اكمل. طب لو قدمت يعني دايما كان عندي الراي والراي الاخر. هو مبدئيا عشان بس نقفل يعني قصه ان الجهاز كان موجود وبياكل عيش يعني، احنا ماشيين ولنا مرتبات في النادي ما خدناهاش لغايه دلوقتي يعني. لغايه دلوقتي صح؟ طبعا.
ليك مستحقات قد ايه؟ كام شهر؟ كان 3 شهور، خدنا شهر من شهر كده، ولسه شهرين انا والجهاز يعني، سواء الكابتن حسن نصر، الكابتن سيف داوود، الكابتن معين طبعا ليه مبالغ تانيه، مش عايز انسى حد في الجهاز، الكابتن سعيد، الجهاز الطبي بالكامل. يعني الناس دي بورسعيديه، ويعني بغض النظر عن انا مش هشكر في نفسي، لكن لازم 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 اقدم لهم الشكر بصراحه. يعني الناس دي لك ان تتخيل ملهاش مصدر دخل تاني، هم حياتهم كلها مقضيينها في برج العرب. مظبوط. وهي دي الشغلانه بتاعتهم، وكنا بنصبر بالشهرين والثلاثه وما بنقبضش. فلازم لازم اشكر الجهاز الفني اللي اتحمل كتير جدا 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 بصراحه. يعني بمناسبه الناس اللي بتقول ما انتوا كنتوا بتاكلوا عيش، يعني الشارع البورسعيدي وجه لكم اللوم ساعتها، وجه الكابتن كريم ذكري اللوم انه ازاي اللعيبه تتمرد، وجه اللوم ان انتوا بتاكلوا عيش زي ما انت قلت. انت لو هتقول لهم لا انا كريم ذكري مدير الكره في المصري عملت كذا، ولولا الدور اللي عملته لكان الموقف بقى اصعب، هتقول ايه؟ انا رديت وقلت ان احنا ما يعني طبعا ده شرف لاي حد يخش النادي المصري، وطلب مني ان انا اشتغل تاني في ظروف اصعب اكيد مش هرفض، ده بيتي، ولو انا قاعد معاك النهارده بتكلم هاني ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى ثم النادي المصري. وانا قبل ما اكون لاعب في النادي المصري انا يعني والدي كان بياخدني المدرجات اتفرج انا ومحمد اخويا، يعني احنا مشجعين للنادي المصري في الاول والاخر. فالمرتب ما يعني دايما كان بيتاخر، كنا سايبين بيوتنا واهالينا وقاعدين هناك برضو في المعسكر. كان اكتر لون بيتوجه لي انا كمدير كوره، وانا عذر الناس بصراحه، وعمري في حياتي ما رديت على حد ولا هرد على حد بصوره مش كويسه، ده حقهم علينا يعني. لكن في نفس الوقت عايز اقول لك حاجه، ان حمودي في وقت من الاوقات ما كانش هيسافر، انا خلصت جواز سفره عشان برضو مشاكل ماديه، ودايما كنت بتحاول تقرب وجهات النظر. في لعيبه كتيره جدا كانت بتحاول ان هي في ماتش افريقي هو كان متفق على فلوس معينه والفلوس اتاخرت، فحاولنا نقرب وجهات النظر. خلي بالك يعني الناس بصوا لمدير الكوره ثواب وعقاب، وان هو داخل يجزر اي حد، شايفين ان هو كمان بيلم. وانت النهارده انا النهارده عشان اجيب هاني واقول له انت مخصوم منك انا بديله ايه؟ صح. طب النهارده عشان اقول له انت لو كسبت هديك ايه؟ فهي الفكره الثواب والعقاب اصلا من مبداها موجوده، لان هم ليهم عقد، هم بيلعبوا في النادي المصري، وبكلام الكباتن كبار الفرقه بصراحه اللي دايما كانوا بيلموا الفرقه في وقت كتير جدا، مش عايز انسى اسلام صلاح، فريد شوقي، عمرو موسى، احمد مسعود، مش عايز جريندو، مش عايز انسى. بس في لعيبه كانت بترفض رفض تام لما بتيجوا تكلموهم في عقوبات، في خصومات من مرتباتهم. لا ما حدش يقدر. بس كانوا بيبينوا اعتراضهم الواضح. ازاي؟ لا انتوا احنا ما بناخدش فلوسنا عشان تخصموا لنا اصلا. والله انت عملت غلط. يعني النهارده لما اللعيبه كلها تغيب، لما اجي اقول له انت مخصوم منك ما يقدرش يتكلم. النهارده مثلا في وقت من الاوقات كان علينا ضغط كبير جدا. فاي حد بيحرز هدف تلاقيه لعب تيشيرت. فهو اوريدي اصلا بيتخصم منه بس من الضغط اللي عليه، بس طبعا الناس مش حاسه بكده. فبدات تزود العقوبات. دايما اللائحه بتحاول تطبقها في الحاجات اللي يعني خلاص دي امور واضحه. مفهوم. لكن في حاجات تانية انت مضطر، يعني مضطر تسهل الدنيا شويه. تسهل. مفيش فلوس. فانت انا زي ما بقول لك يعني كنت بين نارين. طب انا دلوقتي لو مشيت كنت اقعد اقول لنفسي كده، ما الناس هتقول لك ده ابن النادي وساب النادي ومشي في الوقت الصعب ده. طب ما اولاد النادي ما بتحملوش. طب لو قعدت الناس التانية هتقول لك ده قاعد وساكت عشان تبع مجلس الاداره او حاجه زي كده. لكن انا الحمد لله في الاول والاخر الناس في بورسعيد عارفين ان انا حب للنادي المصري وبس، مش حب الاشخاص. ولا عمري في حياتي طبلت لحد، ولا عمري في حياتي هاجمت حد عشان اخش النادي المصري. بالعكس انا قاعد في القاهره وعايش في القاهره، طلب مني لو طلب مني ان انا ارجع النادي المصري واقدر افيد النادي المصري تاني هفيد. لا ده دلوقتي الوضع مختلف، الدنيا ارتاحت. خلي بالك لو مش مرتاح انا اتعرض عليك كمان، انت اشتغلت في ظروف صعبه، وبالتالي اكيد الظروف الافضل بالنسبه لك انت كمان افضل انك تكون موجود فيها اذا عرض عليك. والله لو اتعرض عليا وما في حد في النادي خالص هروح اشتغل في النادي المصري. ده بيتي لازم اخدم فيه. وده الوقت اللي انا كنت موجود فيه برضه. خلي بالك اقول لك على حاجه، انا دخلت النادي كان نص 12، لعبنا فاركو كسبنا 1 واتغلبنا من الاتحاد 1، بعدها كان في انتخابات ما حصلش انتخابات. فقال لك هتيجي لجنه معينه. فضلنا على الوضع ده بالظبط يعني 18 يوم. والكابتن معين كمان كان كسر رابطه اتحدد، لا ما اتحددش، لا اتاجل ما اتاجلش، فالكابتن معين سافر. فانا لوحدي بدير النادي المصري 18 يوم. 18 يوم. كابتن معين كان في اجازه، ما فيش مجلس اداره، وانا كنت كل يوم بدير النادي الحمد لله. يعني يعني تخيل انت مدير النادي، ما فيش رئيس نادي يتكلم. والكابتن معين كنا دايما بنتواصل مع بعض بالتليفون،
دايما كنا بنصور التمرين وبنبعته له، لان كان في وقتها كان في فتره توقف كبيره جدا، حتى كاس الرابطه قال لك هنعمل القرعه، لا القرعه اتاجلت، بعد كده راح قال لك لا هنلعب كاس الرابطه، فالكابتن معين رجع. فهي الفكره ان انت بتدير النادي لوحدك 18 يوم، دي كفيله الوحيده ان انت يعني كل يوم تاخد خبره في 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 في, في مختلف المجالات. ليه رغم ان المستحقات فضلت فيها مشاكل ما حصلش اي نوع من انواع الاضراب عند اللعيبه في عهد التوأم؟ ده سؤال كويس جدا، خلي بالك. دايما كانت الناس بتقارني بالكابتن ابراهيم حسن او الكابتن حسام حسن. لا انا لسه ببدا المجال ده، ما تقارنيش دي اجابه حلوه قوي. لا ده حقيقي، يعني وضوح محترم. ما انا عشان انجح لازم اعرف انا واقف فين. لا انا ما انت ما تقارنش حد بالكابتن حسام والكابتن ابراهيم. انا بكلمك عن مدير الكوره، انا شايف ان الكابتن ابراهيم حسن انجح مدير كوره في مصر كلها دلوقتي. ليه؟ ايه اللي بيمتاز بيه كمدير كوره؟ خلي بالك انا سنه 2006 كان الكابتن ابراهيم حسن، انا لعبت طبعا مع كابتن حسام ابراهيم يعني ايام رحمه الله عليه الحاج سيد متولي لما جابوا لعبوا معانا واشتغلت مع، كنت بلعب والكابتن ابراهيم حسن كان مدير كوره عليا في 2006. يعني انت بتقارن واحد اشتغل من 2006 او 2007، كنت ساعتها لسه ما رحتش الزمالك. كانت اخر سنه لي اروح الزمالك، فانت بتقارن واحد شغال من 2006 2007 بواحد شغال 2022. مقارنه ظالمه طبعا. مفهوم طبعا. لا لا ظالمه ظالمه ظالمه. اكيد هو عنده خبرات اكتر مني بكتير جدا، الشخصيه تختلف، انا لسه ببدا حياتي. كنت اتمنى ان الامور الماديه ما تكونش في الصوره اللي انا اشتغلت فيها، لان هي الترمومتر بتاع نجاح او فشل. ايوه. لكن في نفس الوقت انا مش لكنها مش خبرات كبيره. انت كمان بدايتك الصعبه دي في مراحل صعبه وظروف صعبه دي تفيدك جدا لاحقا. انت لما تشتغل في ظروف سهله بقى او ظروف عاديه هتلاقي نفسك قوي عليها، تقيل فيها. طبعا طبعا. وخصوصا كمان ان احنا اشتغلنا في فتره لجنه معينه. يعني اللجان المعينه ممكن تفيدك بس مش قوي، زي مجلس نزل انتخابات. لان المجلس اللي نزل انتخابات اكيد هيدي وعود، اكيد هيقول لك انا هصرف، لكن اللجنه المعينه النهارده انت جاي بتأدي الغرض. فانت النهارده حته التواصل برضو ما كانتش زي ما يكون في مجلس منتخب. مفهوم. فرقت كتير جدا يعني. مفهوم. القيد نائب رئيس المصري بورسعيدي قال انه حلت كل ازمات القيد. صحيح. حقيقي؟ طبعا اتحلت. طبعا طبعا مستر كامل من وقت ما خلاص نوى انه يدخل الانتخابات او المجلس. طبعا. هو النهارده برضو ده اللي انا بتكلم عنه هنا. النهارده يعني مستر كامل مش راجل جاي ينسب كل حاجه لنفسه، لا خالص. هو يعني انا خلاص هخش ابقى رئيس النادي المصري. هخش ازاي واجيب صفقات؟ فمجرد ما عرف ان في ازمه مع اللاعب كازادي كاسينجو اللي اعير لطلائع الجيش، كان ليه فلوس او مستحقات متاخره ورفع قضيه، او نادي الوداد هو اللي كان رفع القضيه بتاعت فلوسه، ودي كانت مشكله من فتره كبيره جدا خلي بالك. تدخل وحلها تقريبا. تدخل وحلها. خلي بالك كان في مشاكل كتيره جدا في, في من النواحي الماديه. انا والله يعني قسما بالله انا كنت داخل الفتره دي انا بحل مشاكل بس. ما فيش وقت تاخد عقوبات. يعني حتى العقوبه اللي بتاخدها انت بتاخدها ما فيش الا اللعيبه دي. اللعيبه دي هي اللي موجوده، دي رقم واحد. رقم اتنين كم المشاكل رهيب. يعني حتى يعني انا بتكلم عن كابتن روحي حسن، كابتن روحي حسن طلع قال نفس الكلام، قال لك احنا في برج العرب ما حدش بيجي لنا خالص. فمشكله كبيره. لا مشكله كبيره جدا لما اللعيب كمان يفضل قاعد في معسكر ليل نهار. فانت النهارده الحاجه الوحيده اللي تخليه قاعد هي الفلوس. في انتماء وفي ناس فعلا بتحب النادي، وفعلا في ناس اتعرض عليها، عشان بس الناس ما تاخدش الكلام وتقول لك لا اللعيبه بتلعب للفلوس. هي اللعيبه بتلعب للفلوس طبعا. لكن في نفس الوقت بيبقى فيها عاطفه شويه. يعني اقول لك على حاجه، لما لعيب مثلا بياخد في المصري جنيه واتعرض عليه جنيه وربع وهو من كباتن الفرقه، لا هيبقى الجنيه. مفهوم. هو عارف الكلام ده. فاهمني؟ مفهوم. لكن في نفس الوقت ما تحطنيش في معسكر واقعد بالثلاث اربع شهور وتاخر وما تدينيش فلوس. فانت بتبقى مشكله كبيره جدا. صعبه جدا. أكيد. طبعا. فانت كنت داخل بتحل في مشاكله بس. الاجانب في الموسم الجديد بالكلام عن الصفقات شايف المفروض يتم عمله ازاي؟ يعني الاول تتعامل مع الاجانب اللي موجودين. أي. اصلا يعني في ناس لا غبار عليها ان هي ممكن تكمل. الياس الجلاسي. طبعا. اوستن اموتو ممكن يكمل. ايزي اميكا يكمل. خلي بالك انا برضو كنت سبب من اسباب ان حسن علي يجدد عقده. ازاي عملت ايه؟ دورك كان ايه ساعتها؟ دوري اللي كان عقده مفروض قرب يخلص. كان هيخلص امتى؟ نهايه الموسم ده ولا لا؟ كمان موسمين اللي جاي. موسمين. كمان موسمين، لكن كان بعقود قليله شويه. كان العقد بتاعه قليل شويه. ايوه. والراجل بقى اساسي موجود ومن نجم من نجوم الفرقه يعني. فبدات اتكلم مع حسن وقربنا وجهات النظر. قال انا عايز اخد زي فلان،
بدون ذكر الاسماء يعني. فخلاص يعني قعدت مع ده كان مجلس مين؟ الاداره. حسن؟ حسن علي. استلموته كان عقده هيخلص. لكن برضو استم من بصراحه يعني جمهور بورسعيد هو اللي بيلعب دور كبير جدا في اي حاجه بصراحه في ازاي؟ النادي المصري. ازاي جمهور بيلعب دور كبير؟ كنت لسه بتكلم انا من شويه على علاقه الجماهير بالانديه. عايز اعرف انت كمدير كوره شايف ايه دور الجمهور وازاي يتفاعل مجلس الاداره مع رغبات الجمهور؟ المفروض تبقى عامله ازاي؟ يعني هي لها ايجابياتها وسلبياتها. اه ايجابياتها مثلا زي اوستن اموتو لما كان عقده هينتهي الجماهير طبعا لا لازم نجدد لازم نجدد لازم نجدد فبالتالي بيبدا مجلس الاداره ينتبه لازم اجدد له لازم مش اجدد هستنى. له عشان الناس قالت عايز اجدد له، ولا عشان ده الجماهير نبهتني ان انا لسه ما جددتش للاعب انا فعلا محتاج اجدد هي له؟ بتسرع الامور، الضغط شويه يسرع الامور. وانت ايه رايك في ده؟ في حاجات وحاجات يعني. مثلا اقول لك حاجه، انا شايف بعد الكابتن معين الشعباني لولا ضغط الجماهير ما كانش كابتن حسام رجع يعني، ما كان بعيد خالص. فضغط ما الجماهيري هو على كابتن معين، الضغط الجماهيري ممكن فعلا يجي بنتيجه ايجابيه، ما انا بقول لك حاجات لكن وحاجات مش دايما هي يعني. ما ينفعش هو اللي يديرك، ما ينفعش هو اللي يقودك يعني. بالظبط. انا والله بعرف قصص عن اعضاء مجلس اداره بيبقوا في اجتماع مجلس الاداره بيقولوا ده مش عارف مين كان عامل لايف النهارده على الفيسبوك وقال ان احنا لازم نجدد لكذا، هتقولنا اللعيب ده نجدد له بسرعه؟ ده بيحصل. اقول لك مفاجأة، اتفضل. ان اغلب انديه الدوري المصري بتدار من الفيسبوك. ده حقيقي، خلينا ده امر واقع عشان ما نستغربش، ده امر واقع في مصر كلها. الفيسبوك يعني بنسبه 90% هو بيدير المنظومه الرياضيه. انت النهارده يعني كمجلس اداره بتطلع ببيان بتستنى ردود الافعال. خلي بالك زمان انتهى، زمان كنت بتاخد رد فعلك سواء انت مجلس اداره او لاعب من الجماهير اللي قاعده في المدرجات، بتشوف رد فعلهم ايه على اي حاجه انت بتعملها. دلوقتي ما بقاش في مدرجات. ايوه بس انت هتقول الوقت عندك يعني قاعده بيانات وعندك رؤيه وعندك نظره، ما انت مدرب ليه؟ يعني ما نجيب المشجعين بتوع الفيسبوك دول هم اللي يبقوا يدربوا وهم اللي يجيبوا الصفقات وهم اللي يبقوا مدير تعاقدات ونوفر حتى فلوس بجد. ما انا بتفق مصرية معاك. ما هي ما تمشيش بين رغبه الجمهور. رغبتهم دي تتحط في الاعتبار، لكن مش الجمهور هو اللي هيدير. ما انت ايه مسؤوليتك؟ بالظبط. ما انا معاك، انا بتفق معاك مليون مليون المية كمان. لكن في نفس الوقت انت النهارده بعد الكابتن معين الشعباني مع احترامنا لاي اسم اتذكر، لا كان لازم اسم كبير. انت بتتكلم على اقوى سي في دخل النادي المصري كابتن معين الشعباني. فبالتالي ما ينفعش اجيب اي اسم يدرب النادي المصري خصوصا في المرحله الحرجه، وده اللي خلي بالك كان ممكن يحصل في وقت من الاوقات. لكن لولا ضغط الجماهير هي اللي رجعت كابتن حسام. فبيفيد حتى لو بنسبه 10%، لكن 90% هو مضر طبعا، هو مضر. وللاسف اغلب الانديه بتتعامل مع السوشيال ميديا. انت لازم تسمع راي الجمهور وتنفذ ما تراه في مصلحه النادي. هي صحيح. كده معادله بسيطه جدا، تسمع صحيح. وتشوف ايه الصح منه وتشوف ازاي هيفيدك، لكن مش هو اللي يتنفذ، مش شرط ان هو اللي يتنفذ. صحيح. عايز بقى اروح معاك للدوري في الخمس دقايق اللي جايه دي، الدوري ككل. الزمالك تتويج وتصفه بايه؟ اعجاز. ليه؟ الظروف كلها كانت ضده يعني، ما لا يعني اي حد كان يعني متفائل ان نادي الزمالك ما يتخيلش انه ياخد الدوري. ايه اللي ينقص الزمالك للموسم الجديد؟ لا يعني خمس ست لعيبه يكونوا موجودين مع اللعيبه اللي موجوده، لان خلاص انت عليك ضغوط كبيره جدا. انت في اسوأ الظروف خدت دوري، خدت كاس، فانت خلاص يعني. طبعا اسم الزمالك كفيل ان هو مطالب بالدوري او اي بطوله يدخلها، لكن انت عشان تخش بطوله بقوه، وصدقني اللي حصل من اعجاز اللي انا لسه وصفه من شويه ده صعب يتكرر تاني. فانت لازم تكون مأمن نفسك كويس. مأمن نفسك كويس ازاي؟ صفقات تقيله، يبقى عندك صف اول وصف تاني وصف تالت كمان، ده غير الناشئين اللي انت صعدتهم. مستويات شباب الاهلي تحت قياده سواريش شايفها ازاي؟ مين اللي اقنعك ومين اللي حاسس ان لسه محتاج تديله فرصه عشان تحكم عليه كويس؟ لا لسه يمكن لسه. زياد طارق لعب كويس، لعب كويس جدا كمان يعني. حقيقي. لكن محتاج الوقت، محتاج الفريق اللي يساعده. لان انت عارف اللاعب لما بيلعب في ظروف صعبه زي دي، هو طبعا الناشئ لما بيتولد نجم بيتولد في ظروف صعبه. لكن انا شايف ان ظروف صعبه جدا في النادي الاهلي. انا شايف ان سواريش بعيد كل البعد عن النادي الاهلي. بعيد بعيد جدا. ليه؟ السي في بتاعه مش قوي. سيبك من السي في، من الماتشات اللي شفتها له اللي هم كام تقريبا 12 13 14 ماتش يعني. الراجل ده شايف ازاي ادارته للمباريات؟ انا مش فاهمه. يعني بغض النظر عن النتائج، لو جه واحد مش متابع النادي الاهلي واتفرج على النادي الاهلي في الفتره دي
وشاف ميكسوني في الملعب كل الوقت ده هيقول لك سواريز هو اللي جايب ميكسوني مش موسيماني، يعني بيدي له فرص كتيره جدا. وده يعني انا اعتقد من اول الرحالين، انا يعني انا بقول لك من وجهه نظر انا يعني المتواضعه اللي انا بتفرج بيها على كوره، لا بغير بعيد كل البعد عن النادي الاهلي. اداره المباراه مش مفهومه، فبالتالي النتائج مش احسن حاجه. مش عشان النادي الاهلي مش كويس، لكن في وقت من الاوقات انت حتى وانت وحش ممكن تكسب. الزمالك هو خد وهو بطل الدوري مش كل الماتشات كان كويس، مظبوط، في ماتشات كان بيبقى سيء سيء جدا بس بيعرف يكسب، ودي شخصية البطل دي مش موجودة في الأهلي. محتاج بس تغيير مدرب ولا محتاج إيه علشان يستفيق سريعا؟ الأهلي محتاج إحلال وتجديد. قبل ما أنسى برضه مصطفى شوبير، يعني قبل مصطفى شوبير حقيقي. بصراحة يعني أنا من زمان قلتها بس برضه هكررها تاني، أنا نفسي نتعامل مع مصطفى شوبير مصطفى شوبير بس، مش مصطفى أحمد شوبير. مظبوط. لأن إحنا لو تعاملنا بالمنطق ده حازم إمام ما كانش لعيب كورة خالص، ده حقيقي. شريف إكرامي ما كانش لعيب كورة، كان ناس كتيرة جدا يعني شايفين النهاردة يوسف أسامة نبيه ابن الكابتن أسامة نبيه. مزبوط. لو إحنا خدناها بالمنطلق ده ما حدش هيلعب كورة خالص من ولاد لعيبة الكورة المشهورين يعني. مين أفضل لاعب في الموسم؟ زيزو. مين أفضل مدرب في الموسم؟ مستر فيرا. فيريرا. 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 مش بس فيريرا بتاع إنبي. فيريرا بتاع إنبي. لا فيريرا. مستر فيريرا. مين احسن فريق؟ الزمالك. احسن حارس مرمى في الوقت الحالي؟ عواد. في مركزك مين احسن مدافع؟ الونش. الونش. مين احسن لاعب خط وسط؟ فريد شوقي. مين احسن مهاجم؟ سيف الجزيري واحمد عاطف. سيف الجزيري واحمد عاطف. قبل الختام وده سؤالي الاخير، مين اللي هيهبط بكره، الجونه، المحله، المقاولين؟ والله انا بحب الكابتن طلعت يوسف جدا، يعني مش الشخصيات اللي انا بحبها جدا لكن الظروف صعبه. رغم ان في مكسب في اخر مباراه فيوتشر. لكن عنده ماتش قوي جدا قدام بيراميدز. ماتش صعب جدا. قائمه بيراميدز فيها العديد من الغيابات للراحه، لكن لسه ما زالت قائمه قويه. هو المشكله بالنسبه له ان هو محتاج يكسب ومحتاج تعثرات الناحيه الثانيه، المحله او المقاولين. بالظبط. المقاولين عنده ماتش صعب مع المصري، ماتش صعب جدا. لكن المحل اعتقد ان هو يكسب. يكسب يعني المحل يكسب. كابتن كريم انا كالعاده اتبسطت جدا بوجودك معايا، نورتني وشرفتني، وان شاء الله اللي جاي كمان نراك من جديد بقى في الادارات الكرويه ان شاء الله. ان شاء الله. وانا مبسوط ان انا معاك، ودايما ببسط ان انا بشوفك، يعني ما شاء الله يعني بتقدم حاجات راقيه بصراحه. الواحد بيحب بعيد عن الترند، يعني انا بحب الناس اللي شغاله الشغل اللي هو البروفيشنال بس بعيد عن الترند. انت من ضمن الناس دي بصراحه. تسلم، نورتني وشرفتني، وكل التوفيق ليك ان شاء الله. شكرا. نورنا الكابتن كريم ذكري، وانتم كمان نورتونا. غدا لقاء عديدة في الكرة المصرية أغلبها مهم مؤثر، هو ختام موسم طويل جدا من الدوري المصري الممتاز. فخلصوا الماتشات نعرف مين اللي هبط، ونلتقي هنا في 11:30 بإذن الله لحلقة جديدة من الماتش. تحيات كل فريق العمل، وتحياتي هاني حتحوت. إلى اللقاء.